السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول كتاب المسموع نقدم لكم سلسلة حال السلف الصالح في رمضان الثانية. من أمان السلف الصالح بلوغ شهر رمضان، قال يحيى ابن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. حال السلف في رمضان، قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيته في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إدواة من ماء، ثم يخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الصبح. أيهما أفضل في نهار رمضان المبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ كان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدرس القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا لأنه بكل شيء محيط. فضل صلاة التراويح: لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحض على قيام رمضان ورغب فيه ولم يعزم، ولما فتأ السلف الصالح يحافظون عليها، فعلى جميع المسلمين أن يحيوا سنة نبيهم وألا يتهاونوا فيها ولا يتشاغلوا عنها بما لا فائدة منه، فقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصيام والقيام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزاد نسائي في رواية له: وما تأخر، كما قال الحافظ في الفتح. هل من فرق بين صلاة التراويح وصلاة القيام؟ صلاة التراويح هي من قيام الليل، وليست صلاتين مختلفتين كما يظنه كثير من العوام، وإنما سمي قيام الليل في رمضان بصلاة التراويح لأن السلف رحمهم الله كانوا إذا صلوها استراحوا بعد كل ركعتين أو أربع من اجتهادهم في تطويل صلاة قيام الليل اغتناما لموسم الأجر العظيم وحرصا على الأجر المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري. قيام الليل عند السلف: عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمثين بالمائتين أو بالمئين، وقال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا نتصرف إلا في فروع الفجر، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال العلامة ربيع المدخلي: طالب الحق لا يصرفه الإعجاب والإكبار للشخصيات الكبيرة عن اتباع الحق والإنصاف والعدل، فإن الحق أحق أن يتبع، والحجة لا يجوز إسقاطها من أجل هذا الرجل العظيم أو ذاك، فابدأ المسلم المنصف الطالب للحق دائما: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما يقرأ في صلاة التراويح: لم تحدد القراءة، لم تحدد حد، وكان السلف الصالح يطيلون فيها، واستحب أهل العلم أن يختم القرآن في قيام رمضان ليسمع الناس كل القرآن في شهر رمضان، وكره البعض الزيادة عن ذلك إلا إذا تواطأ جماعة على ذلك فلا بأس. فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فنستعجل خلو السحور مخافة الفجر. وروى مالك أيضا عن السائب بن يزيد قال: أمرنا عمر بن الخطاب أبي ابن أبي بن كعب أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوم للناس، وكان القارئ يقرأ بالمئتين حتى كنا نعتمد على العصا من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر، والأمر على ما يحتمله الناس. وقال القاضي أبو يعلى: لا يستحب النقصان عن ختمة في الشهر ليسمع الناس جميع القرآن ولا يزيد عن ختمة، قراهة المشقة على من خلفه والتقدير بحال الناس أولى.
وقال ابن عبد البر: والقراءة في قيام شهر رمضان بعشر من الآيات الطوال، ويزيد في الآيات القصار، ويقرأ الصور على نسق المصحف.